شهد مبنى متحف المستقبل في دولة الإمارات إقبالا كبيرا ومتواصلا من الزوار من مختلف أنحاء العالم. نعم، المبنى يجسد معلما عمرانيا بارزا في ريادة دولة الإمارات في الإبداع والتصميم وتحقيق التميز في مختلف القطاعات. التفاصيل في سياق تقرير مراسلتنا من دبي دانا خالد. متحف المستقبل، هذا المبنى الاستثنائي الذي ينقل زواره إلى الخيال الإنساني، يضاف إلى إنجازات إمارة دبي ويعزز ريادة دولة الإمارات عالمياً، حيث يقوم المبنى على هندسة معمارية مبتكرة تشكل جسراً بين الماضي والحاضر والمستقبل. متحف المستقبل فريد من نوعه والأول في الوطن العربي، ويجمع نوابغ العرب من المحيط إلى الخليج، ومعروضاتها تم تتكرر وتتجدد، ومنها إن شاء الله راح نشوف إبداعاتهم وأفكارهم اللي تطلع من العرب. طبعاً هذا فخر وعز لكل الدول العربية. يتميز المتحف بتصميمه الفريد ويسطر طريقا جديدا، مهمته استعراض مستقبل العالم بأكمله، يبحر فيه الزائر ويستكشف أحدث التقنيات وحلول المستقبل. هذا وشهد المتحف إقبالا كبيرا من الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث يستضيف على مدار العام العديد من المنتديات والحوارات الثقافية التي تسهم في صناعة المستقبل. متحف المستقبل يساهم في خلق حوارات فكرية عالمية في استشراف المستقبل، وهاي الحوارات تتكلم فيها عن التحديات التي تواجهها البشرية أو العالم وكيف نحن نقدر نتغلب عليها، والحوارات تتكلم في مجالات عديدة منها المجالات الاقتصادية والعلمية والإنسانية. يعمل متحف المستقبل في ربط المفكرين والباحثين من حوالين العالم في هذا المبنى وفي هذا الصرح العالمي اللي يخلق هذه الحوارات العلمية التي تساهم في خلق حلول للبشرية أو للعالم أجمع. متحف المستقبل يعد صرحاً وشاهداً تاريخياً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، ليحقق أيقونة عالمية تسهم في وضع بصمة الإمارات في التطور التكنولوجي واستشراف المستقبل. المتحف يمثل منارة حضارية ونافذة مستقبلية تكشف عن طموحات الغد وآفاقه. لتلفزيون مملكة البحرين، دانا خالد، دبي.